الشيء حينما يصبح مقدسا فله حرمته، كما أن الحرم حرمته، ولمسجد رسول الله ومقام رسول الله حرمته، كذلك لمن قدسهم الله من الأشخاص كالأنبياء والأوصياء والأولياء. ومن الذين قدسهم الله عز وجل الحسين ابن علي ابن أبي طالب، فالله عز وجل جعله سيدا لشباب أهل الجنة، فالحسين من حرمات الله، من حرمات الله، من حرمات الله. ومن ينتهك حرمات ربه فليتبوأ مقعده من النار، وذلك هو الخسران المبين. كما لا يجوز لأحد أن يلوث أرضا قدسها الله، أو أن يلوث زمانا وينتهك حرمته وقد قدسه الله، كذلك لا يجوز لأحد أن يهين من قدسه الله من الأشخاص، أن لا يحترم من جعله الله مقدسا، فكيف بأن يعتدي عليه، بأن يريق دمه الزكي؟ الحسين من حرمات الله، والحسين مقدس كما أبوه، كما أمه، كما جده.